موجز السادسة مساء من أونلايف، أهلا بكم. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة التنسيق الكامل بين الوزارات وأجهزة الدولة بما يمكن الحكومة من إنجاز المشروعات الجاري العمل بها. وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزير المالية عمرو الجرحي، استمع السيسي من رئيس الوزراء إلى شرح حول تطورات أعمال تطوير الطرق والكباري، ووجه بالتوصل إلى حلول جذرية لأزمة المرور وسرعة الانتهاء من هذه المشروعات. أصدر أو أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على الدفع قدما بالتعاون مع ألمانيا في مختلف المجالات لا سيما البرلماني والاقتصادي والتدريب الفني. وخلال لقائه نائب رئيس البرلمان الألماني يوهانس زينهاما، أشاد السيسي بمساهمة الشركات الألمانية في العديد من المشروعات التنموية بمصر. نجا رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج من محاولة اغتيال استهدفت موكبه في طرابلس. وقالت مصادر إعلامية إن الموكب تعرض لإطلاق نار كثيف أثناء مروره بالطريق السريع من قبل مجموعة مسلحة، ما أسفر عن إصابة 2 من الحراسات. وأضافت المصادر إن الموكب كان يضم أيضا رئيس مجلس الدولة عبد الرحمن السويحلي وقائد الحرس الرئاسي. أصدر وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر إعلانا مشتركا عقب اجتماعاتهم في تونس لمناقشة الأزمة الليبية. أكدوا فيه مواصلة السعي لتحقيق مصالحة شاملة في ليبيا دون إقصاء لأي طرف. وشدد الوزراء الثلاثة على رفض أي حل عسكري أو تدخل أجنبي في شؤون ليبيا الداخلية. ختام الموجز، دمتم في أمان الله.